ما خليت مكان أدور له، ما وين ما يقولوا لي روحي. واليوم لي 4 سنين جوزي مفقود وما نعرف شي عنه، لا المهرب جانا وجوزي انفقد، وهين بهالحالة انضميت لأهلي. وين طلع أهلي؟ طلعت معاهم، ظلينا تقريبا 7 أشهر نازحين لما تحررت محافظتنا ورجعنا. لما رجعنا صرت أدور الجوزي، ما خليت مكان، يقولوا لي بالسجن الفلاني أروح، يقولوا لي بالمكان الفلاني أروح. حطيت ما خليت وسيلة إني بس ألقى جوزي أعرف شي عنه، طار في الخيط، أعرفه طيب ولا ميت وما لقيته. واليوم جوزي 4 سنين مفقود، انشال من باب الحوش الساعة 1 بالليل، شالوا الأمنيين وما أعرف شي عنه. وقعد أشتغل بالأجرة، أقطف ملوخية، أحفر باذنجان، أزرر بامية، أسوي مربى، هل أقدر عليه؟ قعد أشتغل تا أعيش ولادي بكرامة وبعز، وأرجع أقول حسبي الله ونعم الوكيل. ولادي أطفال، واحد بالصناعة، واحد عند نجار، وهذولاك كلهم أطفال صغار يا حسرة قلبي، وأبوهم مفقود وما نعرف شي عنه.